طوليب خانم، انت كيف بتفوتي لهون بدون ما تدقي الباب؟ اسفه كثير، بس من شوي جوري حكت معك في بيك على التليفون، رايحه على يخته بمارينا، فاجيت لخبرك بالموضوع. برافو عليكي، طلعي. روحي لعنده. عمر، عم قول لو فينا نعمل الاجتماع اليوم، بس لازم نستقبل الضيوف بطريقة تليق باسم شركتنا. تتذكر مطعم السمك اللي بمارينا؟ رح أخدن لهونيك وأعزمن، كل شي جاهز، حتى وصيت على السمك اللي بتحبه كمان. بس عمر، فيك تجي قبل الضيوف بساعة مشان نقعد أنا وياك ونحكي بالتفاصيل؟ إيه تمام، لكن أنا طالع فورا من المكتب. بشوفك هونيك. أنا بتشكرك كثير لأنك قلت لي. عكيف، أول ما تنزل البنت من اليخت يا ريت تخبرني. جاهدة خانم، أنا رح أرجع أتصل فيك. عكيف، جاهدة خانم، أنا بدي أحكي معك بموضوع كثير ضروري. أنت كيف بتتجرأي وبتجي وبتحكي معي؟ ها، يا ترى مو حابة تعرفي شو عم بخبص حفيدك الوحيد يا خانم؟ معناتها أنا عملت اللي علي، خليكي تعرفي بالفضيحة من الجرايد تبقي. انت شو قصدك باللي عم تقولي؟ قبل ما انسى يلي عمله فيني حفيدك، راكد ورا اختي الصغيرة هالمرة بالكذب والنفاق، عامي على عيونها تماما. لا وشو عم يقول لها رح اتجوزك. اختك تتزوج داني؟ تفاجأتي ما هيك؟ اذا ما حطيتي حد لهي القصة رح تتفاجئي كتير لسه، وبالنسبة الي ما عندي شي لحتى اخسر، وصدقيني بفضحكم كلياتكم. لك انتو مصيبة كبيرة حلت فوق راسنا، لك حاج وروحوا كفوا بلاكن عنا، ولا تقولي اني ما حذرتك. لازم تدعو ليل نهار لتوليب خانم، لو انا كنت مكانك كنت رميتكم برات البيت من زمان. اسمعي منيح، لو سمحتي شيلينا من راسك بقى. ليكوا الوقاحة ولسان الطويل، اصلا لو كان عندكم ذرة حياة كنتوا طلعتوا لحالكم من هالبيت، ما هيك؟ شو زعجتك كالعادة ما هيك؟ وشو غير هيك يعني؟ هاي خالدة ما رح تتغير، بتضل عم بتضايق الواحد وتستفزه لحتى تعصبه. ما بعرف ليش عم يضايقوا لي مرتي حبيبتي. معقول ينزعوا لها مراء لام ابني؟ شو هالحكي هاد يا؟ طلعي فيني، ما عم تشتهي شي بنوب؟ ما عم تتوحمي يعني؟ ليكي اذا في هيك شي خبريني فورا مشان ما تطلع بعين الصبي. شو؟ يعني حابب تعزمني على شي اكله؟ ايه بعزمك، غريبة يعني؟ انت عن جد عم تحكي؟ طيب معناته بما انه بابا مو هون منروح ومنرجع على السريع. ايه صح، منروح ومنرجع قبل ما يلقطنا. خلص اتفقنا، انا رح بدل ثيابي، انت اطلع لبرا واستناني، رح روح على البيت شوي ما بطول. طريق سالك، تعي. مرحبا. اهلين. عفوا، اي يخت هو العاكف ترقط يا ترى؟ هداك اليخت رقم 112. شكرا، يعطيك العافية. والله مو ناقصتك هلا مجد، مو وقتك بنوب. عاكف بيك؟ اهلين جوري، تعي. لا هون منيح. جوري أنا كنت بحاجة لأحكي معك وأعتذر على هداك اليوم. بدك تصلح غلطتك مزبوط؟ أنا قلت لحضرتك إنه منى اللي بعتتني لعندك، لو سمحت قول هالشي لتوليب خانم. توليب ما بدها تحكي معي، ما عم ترد على تليفوناتي. مو مصدقتني بنوب،
ولازم لاقي شي طريقة لتصدقني. بسيطة ولا يهمك، بس تروق شوي رح حاكيها كمان وإلا أنه الحق علي أنا. لا تقلقي، وقت عمر كمان اتضايق كتير لما شافنا سوا. قلي لي في شي بيناتكم؟ عفوا لا تفهميني غلط، سألتك كرمال قلك أنه كمان فيني أحكي مع عمر. عن جد فيك تحكي للموضوع؟ ايه طبعا فيني، من واجبي هلأ ساعدك لأني كنت سبب هالموقف اللي صار. لو حضرتك بتحكي لتوليب خانهم وعمر بيك موقف اللي صار بالضبط مبارح فبتكون أكيد رح أحكي معهم. طيب معناها اتفقنا، وأنا رح خبرك شو بيصير معي، لا تقلقي. ألو مين معي؟ ألو عمر، معك عاكف. زعجتك باتصالي شي؟ شوفي توليب ما عم ترد علي، على الأغلب بعد زعلان. بعتذر ماني فاضي، عندي اجتماع. الموقف اللي صار هداك اليوم ضايقني لإلي. البنت من حالة اجت لعندي وأصرت إنها تروح معي على بولونيس، وهلأ كمان اجت على اليخت. أبصر كيف عرفت إني هون. عمر أنا ما بدي أخسر توليب ابنه، هي اللي اسمها جوري حطتني بموقف صعب. يا ريت لو تحكي مع توليب وتشرح له هذا الشي. قلت لك مو فاضي، رايح على اجتماع بعد شوي. طيب بس اذا بتحاكيها بكون ممنونك كثير. فاضي حضرتك؟ ايه تفضلي. وهلا كمان اجت على اليخت، ابصر كيف عرفت اني هون. قالوا نعم عاكف، كل شي طلبتي مني صار جاهدة. أول ما راحت جوري دقيت لعمر. يا عيني عليك، بتشكرك كتير عاكف، أنت شريك رائع. قالوا سيلين أنا جاية هلأ، انطريني قدام الباب. استنى داني، فيني حاكيك بعدين؟ تمام عاكف بشوفك. لازم هلأ أبعت إيميل بالإنجليزي، فيك تساعدني فيه؟ صدقيني هلأ ما بقدر، مستعجل شوي. لو ما أنه مهم كتير ما كنت بطلب منك تساعدني فيه. الشغل ما بينتظر بنوم. طيب ماشي، وين اللابتوب؟ بصراحة بس رح تشيك عليه، أنا كتبت المضمون، اللابتوب بأوضتي فوق، هو شغال. لو سمحتي يا أنسة، ممكن نحكي لحظة؟ شو في؟ بعرف إنه أنت وحفيدي داني رفقات، مزبوط؟ إيه صح، رفقات. ما بعرف إذا كان هو خبرك، داني بده يروح ويستقر بأمريكا بعد كم يوم، وعم فكر إني حضر له حفلة مفاجأة. بقى بدي أسألك، فيك تساعديني حضر قائمة بأسماء رفقاته إذا عندك وقت؟ كأنه أنت ما بتعرفي بالموضوع. معنى تخليه سر بيناتنا، ما بدي أنه تنتزع مفاجأتي بعدين. ماشي حبيبتي. ستي. شو كأنك خلصت بسرعة؟ ايه خلصت، كل شي فيه مزبوط، كاتبة منيح، بحب بارك لك ستي. بالله عنجد؟ صحيح، انتي وين كنتي؟ بصراحة رحت مشان اطلب من توليب شغلة، بشوفك روحي. اوكي. طعميني اكل من على البسطة؟ ما بتعرفي طعم التمك، بكل اسطنبول ما بتلاقي اطيب من هيك اكل. كل اصحاب الشركات بياكلوا من عنده، لك حتى اللي بيجوا من برا. ايه مزبوط، واطلالة بتاخد العقل. لا تحكي كتير وكلي قبل ما يبرد، وابني كمان بيكون جاع. كلي
لك شوفي. أبوكي. بابا. 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 أهلين بابا. بابا أنت شو عم تعمل هون؟ أنت اللي شو عم تعملي هون بهالبرد مسعودة؟ جيت لأنه أنا اشتهيت آكل رز بحمص كتير. وقالوا هون أشهر بسطة بتعمل هالشي. يعني هيك القصة. لك بعد 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 عني أنا بخاف. لك بعد بخاف منك كتير. لك شو عم يعمل هالنذل هاد هون؟ ما بعرف بابا، شوف على هالصدفة. مرحبا عمي. لا تبعدنا عن بعض بترجاك، أعطيني إيدك لبوسة. بعد. بعد كل المصايب اللي عملتها مفكر تنفض بكم اعتذار؟ لا عاد ترجيني خلتك، امشي قدامي على البيت، يلا. يا عمي لو سمحت اسمعني شوي، يا عمي. ظالم هالزلمة كتير، بلا ضمير. فرقوا للي نحبه. يلا جهاد اتفرج معي، انا كتير بحبه لهالفيلم. تمام انا ما بدي اتفرج على الافلام. جهاد انا عملت شي ضايقك؟ ها؟ لا بنوب، ما عملت شي يضايقني ابدا. جهاد انا بحبك وبخاف عليك، اذا ضايقتك بشي ما بسامح حالي بنوب. وبتعرف اللي بيحبوا بعضهم ما بيزعلوا بعض ابدا. كلامك صح. كتير مبسوطة لأني معك بهاللحظة جهاد. الفيلم فينا نشوفه هلأ؟ تمام يلا. تعا قرب لعندي. شوفوا لهذا المشهد، أنا كتير بحبه لأنه رومانسي. بدق قلبي بسرعة كل ما بحضر هالمشهد. جهاد بحس بالأمان لما بكون جنبك هون. تمام برأيي بكفي اليوم، بكفي اليوم. جهاد أنا بحبك ومعجبة فيك كتير. من وقت ما شفتك ما غبت عن بالي ولا لحظة. لو سمحتي نور، لو سمحتي لا تعملي هيك. فيك تقولي لي سيرين ليش ما عم تردي على تليفوناتي بنوب؟ انت شو عم تساوي هون؟ هلا بشوفك بابا. تركيني من هالحكي وجاوبيني على سؤالي، شو السبب اللي ما عم بيخليكي تردي على تليفوناتي؟ وقف دقيقة. امشي بلا ما يشوفك بابا هلا، يلا لشوف.
سيرين عم بسمعك، احكي شو الموضوع؟ ليش ما قلت لي انك مسافر على امريكا؟ انا مسافر على امريكا؟ منين جبتي هالحكي قولي؟ جبته وخلص داني، انت ليش خبيت عني؟ يلا احكي لشوف. لك ما في شي من هالحكي ابدا، قولي مين مخبرك؟ هي يولا التافهة اكيد. لا ستك. ستي اللي خبرتك؟ انت متأكدة؟ الا اذا جاهدة خان ومو ستك. لا ستي، بس ليش رح تساوي هيك شي يعني؟ سيلين ليكي انا رح حاكي ستي بالقصة، لا تقلقي ابدا، انا معك تمام؟ صحتين وهنا. على قلبك شوكت. بدي ابعد داني على امريكا يكمل تعليمه. انت ادرى بهالشي، هدول مصرياتك، اما انا ما بصخى بفرنج واحد على هداك الكلب. انت شو عم تعملي ستي؟ كيف بتكذبي على سنين هيك كذبه؟ اوعك ترفع صوتك بالبيت ولك. كيف بتحكي معي بهاللهجه؟ انا ما كذبت ابدا، انا فعلا حاليا عم فكر ابعتك تدرس بنيويورك. انت ما فيكي تفرضي علي شو لازم اعمل، واصحك تخلطي بيني وبين ابنك الدلوع. خلاص ولك يلعنك. يلا تعال جرب قرب لنشوف مين رح يموت. هاش اسمع داني، بعد عن هي اللي اسمها سيلين، بعد عنها. لك يا جاهدة خانم، انت فيكي تصدري اوامرك على الموظفين بهالبيت مو علي انا. بعدين انا بحب سيلين ومستحيل اتخلى عنها. حطوا هالحكي حلقه بدنيكم، عم تفهموا؟ انا دائما بقول لك انه هذا الولد اكبر مصيبه بحياتي، وبتمنى يموت باي لحظه. انت نور مو منيحه، انت مو منيحه ابدا. لا تحكي هيك جهاد، اطلعي لبرا. يلا اطلعي لبرا، يلا اطلعي. صدقني الشيء اللي عملناه ما كان غلط جهاد، هذا الشيء كان بدنا اياه وبرايي كان حلو كتير. يلا اطلعي لبرا، قلت لك اطلعي. يلا 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 اطلعي 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 فورا. تمام جهاد تمام. طيب انت روق شوي، رح امشي. انت روق هلا، لازم تعرف انه انا بحبك كتير. بس انا ما بحبك، انا ما بحبك بنوب. اطلعي كله بسببك يا جوري، بسببك انت. كله بسببك جوري، كله. خالدة خانم، لازم شوف جهاد ضروري، بيكون مشغول باله علي. ما بظن في حدا مشغول باله عليك جوري. يلا روحي طلعي لبرا، جهاد بيك نايم ما فيكي تزعجي. يلا تمام. جهاد ما بده يشوف حدا بنوم. مو انتي اللي بتقرري هذا الشي نور، صدقيني ما بظن انه بده يشوفك ابدا جوري. وشو عرفك؟ اطلعي لبرا، اطلعي لبرا، ما بدي اياكي بنوب. اطلعي لبرا، ما بدي اشوف وشك ابدا. جهاد جهاد شو الموضوع؟ ما بدي اياك اعمل لك، ما بدي اياك تطلعي جوري. كله عم يصير بسببك، ما عاد بدي اشوف وشك. جهاد لازم تسمعني شوي. لك انت كذبتي علي، انت كذابة، انا كرهتك. جهاد كل اللي سمعته ابدا ما له مزبوط بالمرة، لو سمحت خليني اشرح لك. ليش رحتي وشفتي هذاك الزلمة وحكيتي معه؟ انت رحتي شفتي لهذاك لانه بحياتك ما حبيتيني جوري. كمي انت ما بتحبيني، ما بتحبيني جوري. جهاد شو هالحكي؟ فهمي كيف يعني ما بحبك؟ انت غالي على قلبي كتير. كذبتي علي، انت كذبتي علي، انا ما هتصدق، ما هتصدق. طب انت ليش كل هالقد معصب مني جهاد؟ انا ما عملت شي مو منيح، اذا بدك بحلف لك. خدعتيني جوري.
انت بسبب هيك عملت شغلات ما بدي اعملها، ما كان بدي اعمل هيك شيء. انا ما عم بفهم شو عم تحكي. اطلعي لبرا، اطلعي لبرا، يلا اطلعي، اطلعي لبرا، يلا اطلعي من العين. جهاد، شكرا كتير إلك عمر. بالمناسبة هالاتفاقية ما كانت رح تتم لولاك أنت. شكرا، وهذا نجاحك توليب. معناتها طلع لحتى نحتفل أنا وياك. شو قلت؟ يعني ما بعرف، ما تأخر الوقت شوي. عمر لا تأجل شي بتندم. جاهز لتستلم الجوائز بكرة؟ جوائز شو؟ شو نسيت؟ بكرة رايحين نستلم جائزة أفضل مشفى أنا وياك. هي بكرة؟ نسيتها عن جد؟ ماشي منروح. ممتاز. مساء الخير. هلأ عاكف بيك اتصل بحضرتك شي؟ هو قالي إنه رح يشرح كل شي لحضرتكم، يعني اللي صار. اتصل فيني وشرح لي كل شيء. الموضوع هاد منتهي بالنسبة إلي جولي. يلا توليب. ليكي توليب، أنا تعبان شوي، في مجال نأجل الحفلة لبعدين. طيب أراحتك، أنت ارتاح، بشوفك بكرة بتسليم الجائزة. تصبحي على خير. توليب خانم، جهاد بيك خرب الدنيا كمان اليوم. من شوي اجت جوري، هي اللي عصبته. طيب انت ليش سمحتي لها تطلع؟ ما سمحت لها تطلع، ما اخذت اذني. تاني مره قلعيها. مرحبا توليب، كنت عم بستناكي لاشوفك شوي. جهاد تعبان، انت ليش مو عنده فوق؟ ما عاد بده ياني معه. معناتها ما اهتميتي مثل مو مطلوب. وثقي فيني توليب، عملت أكتر من اللي انطلب مني بكتير. لا، شو هالحركات؟ غبية. جهاد، ما بدي شوف حدا، لو سمحتوا لحدا يجي لعندي، ما بدي. جوري رجعت زعلتها؟ جهاد، بكرهكم كلكم، انتو ما بتحبوني، ما بدي اكل، ما بدي، انا ما بدي حدا فيكم، خلص اتركوني. جهاد قلي شو صاير معك، مشان الله حبيبي، انا ما بسمح لحدا انه يزعلك، انا بوعدك جهاد. جهاد، خلص روح اتركيني. طيب خلص حبيبي، خلص رح روح، بس لو سمحت روق شوي، بترجاك. تمام. سيلي، شو صاير معك اختي؟ ما في شي اختي، اعصابي تعبانه شوي.
روقي حياتي. شو؟ بلشتوا بدور البنات المظلومات هلا؟ إيه؟ اصلا هيك بصير مع اللي بتحط عينه على حبيب واحلام غيره. يا روح يلا انقلعي من هون. طيب اصلا هاي الغرفه صارت وسخه وما عاد ينقعد فيها ابدا. ايوه شو قصتك؟ ما بدك تنامي بتختك؟ لا ابدا، قلت بتفرج على التلفزيون قبل ما انام. ايه معناها لبعد لك واقعد هنيك انا. شكرا. مين جاي هلا؟ افتحي حبيبتي، اجيت مشانك. لك شو عم تعمل هون؟ جاي بدي احكي معك. شو؟ بحبك بحبك خسرو. مسعودة. أنا وأنت مسعودة. لك وين جاكيت دي؟ ما عم لاقيها. جاكيتك؟ إيه أنا كنت غاسلتها وحطيتها فوق أغراضك هنيك بالخزانة، دور عليها. إذا ما لقيتها فيك تناديلي. ليكي مسعودة زائد قلب زائد ينال. تمام تمام روح. بدي بوسه. لك خلص يلا روح. لا لا ما فيني. روح بدي بوسه واحدة بس. بس بوسه واحدة. ايه ايه خلص يلا اتفقنا. يلا ظاهر انتو الاثنين راجعين لأيام المراهقة تبعكن. لك شبك انت بس بدك شي شغلة تتسلي فيها. لسا اذا بترجعوا بتلتقوا بالسر بتكون كملت المراهقة تبعكن. لك ينال انت شو اللي جابك لهون هلا؟ لك حرام عليك، كيف شو جابني لهون هلا؟ كرمالك بعمل المستحيل ولو. شو عم تقولي انت؟ مثل القطه حايم حوالين البيت مدري من كم ساعه. لك خدي هدول لالك. يي خلص انت صار لازم تروح. والله العظيم اذا بابا بيشوفك هون بيذبحك هلا بمقص الورد تبعه. ايه بعيد الشر عن قلبي، رعبتيني. اسمعي اخر مره قلت لك يجي ابوك ويعتذر مني. هلا ما عاد بدي اياه يجي، ما عادت عم بستنى. خلص بلا ما يعتذر، بس يعني بكفي، رجعي على بيتك بقى. لك يا نال، كم مرة بدي عيد كلامي؟ وعدتك إنه وقت يهدى الوضع، برجع وبحكي معه. أوه، موت لترتاحي؟ لك ما عاد فيني يا بنت. لك خلص يا مجنون. مين في هنيك؟ بابا، بابا، يلا روح. يا الله دخيلك شو بدي ساوي؟ بابا مسعودة؟ نعم بابا. شو عم تعملي؟ ليش عم ترقدي؟ لأنه شو بدي أقول لك أنا؟ الوردات كانوا واقعين على الأرض هون ولهيك طلعت لحتى شيلهم، حسيت حالي مخنوقة شوي جوا، قلت بشم الهواء كمان. عملتي منيح، يلا فوتي الجو بارد. بابا أنت لوين رايح؟ أنا بكب الزبالة. تركي عنك بنتي. بابا هات عنك. تعودت على التعب مسعودة. قلت بكرة بيكبروا هالبنات وبرتاح من همهم، قام كبروا وكبر همهم معهم. ما في غيرك مرضيه يا بنتي. مزبوط والله اللي عم بتقوله. هات هات انا بكبه. هات عنك بابا هات عنك. شو في مسعوده؟ في قطه خوفتني كثير. افتحي لها خليها تطلع معها. لا بابا انا بفتح لها اتركها. خليها جوا معلش خليها، لانه اذا طلعت رح تنكت الزباله كلياتها على الارض حوالينا. خلص خليها جوا احسن. مثل ما بدك. يي ضلت الوردة بإيدي، خلص أنا رح زبتها وإلحاك. يلا أنت سبقني. طيب طيب. أنت مو معقول. أنت مو معقولة. تأكدي لي راح أبوكي. امشي يلا روح بقى. لا ما بدني، أنا حابب أجمع كراتين. أخ منك يا بنت، رضيت اقعد بالزباله وانت عم تنقي. لك انا عم ضحك كرمالك. بتعرفي اذا شافونا الجيران هلا رح نتبهدل على الاخر. بدي بوسه ينال. لك خلص هلا بابا بشوفنا. حابب ترجع تتبهدل؟ امشي بقى. معناتها احكي مع ابوكي وخدي منه اذن
منروح على البيت ومنرجع لك. اسمعي خلص. مياو مياو مياو. انا بعد هالعمر اعمل هيك حركات لحما. مياو. بابا له فترة طويلة مكتئب، خايف عليه انه يعمل شي بحاله، فانا كل عمره وهو بهديك الشركة. لما خسرناها كأنه ضيع كل حياته وعمره معه. خلص اهدي، بعرف معالج نفسي منيح. بس الخطة اللي عندي أحسن من هالحكي بكتير. شو هي؟ رح أتزوج، رح أتزوج جهاد سباهي. ايه بس اللي بعرفه جهاد وضعه مانو منيح. مجنون، ما هيك بدك تقولي؟ بس المهم ما في مشاكل بثروته. طيب فهميني كيف رح تقنعي انه يتزوجك؟ انتي ما تقلقي ابدا، وعن قريب رح تعرفي كل شي. مبروك توليب خانو. نحن فخورين بنجاحاتك. شكرا كتير، هالجائزة مهمة للمشفى وأنا فخورة. كل هاد بفضل عمر طبعا. لا شو هالحكي، سباهي هولدينج وجهود توليب الفضل الأكبر لإله. لابقين لبعض كتير، وإن شاء الله عن قريب نسمع عنكم أخبار حلوة. شكرا صبايا، نروح على هديك الطاولة عمر؟ كأنه العالم ما بتعرف إنه فصلنا توليب. أخ عمر، تعرف منيح اني ما بحب حدا يعرف عني اي شيء، وخصوصي حياتي الشخصية ما بسمح لهم يتدخلوا. كيف بك؟ صدقني انا ما عم بوصل لتوليب خانوم. تمام، رح خبرها انك اتصلت. مع السلامة. عاكف تورغوت بقدره وقيمته راح بسبب وحدة مثل جوري، بيستاهل، خرجوا الله لا يقيمه. انت شو مشكلتك مع جوري؟ انت شو دخلك مجد؟ سمعتك عم تحكي مع حالك بعد ما سكرت التليفون هلا. كلامها لجوري صحيح ما؟ انت يلي بعتيها لهنيك. هي توليب خانم، يلا روح من وشي. رح تندمي بعدين، فرجيكي. نعم توليب خانم. ايه عم بسمعك، تفضلي. بس هيك؟ نفذي اللي عم قوله فورا. ايه طيب، بس يعني سمعتي شو قلت؟ عفوا دقيقة لو سمحت. تفضلي. أنا بدي من حضرتك طلب صغير. أمري. جوري نحن لازم نحكي. هاي الحية مو حاطتك براسها على فكرة، مو هي اللي بعتتك لعند عاكف؟ لك ايه عم قول هالحكي للكل، بس ما حدا عم يصدقني، وتوليب خانم مو مصدقه كمان. توليب خانم بدها فستانه فورا، عندي شغل، مشان هيك يا ريت توصلي انت. يا ريت ما تركري هالشي بعدين. تمام، سياره الشركه معي والاوتيل قريب، بوصلك لهنيك بدقيقتين. امشي. لو منستلم هالجائزه ومنمشي. مليت ما هيك؟ لا ابدا، بس عيون الناس كلها علينا، تعرفيني ما بحب حدا يراقبني. ابتسم وما تهتم لحدا ابدا، هاي جائزة مهمة للمشفى تبعنا. عفوا. بعتذر كتير استاذ، عن جد ما بعرف كيف صار هيك. شو هاد اللي عملته؟ انت اعمى وما بتشوف قدامك؟ عمر ليك حالتي، ماني مصدقة تيابي توسخ، وشو بدي اعمل هلا؟ رح اجيب لك محارم يا خان. رح لاقي مستمسك على هي الحية بأي طريقة بسيطة. المشكلة مفكرة حالة ذكية كتير، بس لسه ما بتعرف مين أنا. مجد أنت ولا يهمك، لا تتدخل بالقصة. لك شو هالحكي يا بنت الحلال؟ يعني حتى لو ما في أي شي بيناتنا، أنت بالنهاية بتضلي بنت حارتي. أما منى واطية، في شي ما عم يتصدق العمى؟ سيلين؟
سيلين لازم نحكي، انتظري شوي. سيلين شوفي، صدقيني انا مو مسافر بنوب. ستي كذبت عليكي بهالشي، وبسبب هي الكذبة رحت وتخانقت معها خناقة طويلة عريضة، وانا قلت لها وفهمت قديش بحبك، وصدقيني ما رح اتركك لو شو ما صار. سيلين داني، انت كيف بتقول هالحكي؟ بلكي خبرت بابا بكل شي. لا تخافي، ما بتعمل هيك شي بنوب. عم تعمل الشي اللي مزبوط، غلط كبير يلي عم نعمله. ليك داني، خلينا ننهي القصة. سيلين ما فيك تنهي قصتنا بهي الطريقة، لازم نحكي. خلص داني، انا قلت اللي عندي، مفهوم؟ كل شي قلتي ما بيهمني ابدا. يلا اطلع. لك اتركني، شو عم تعمل؟ لا خليني اطلع صوتي. سيلين يلا. لو مستلمين الجائزة كنا طلعنا عبكير. أنا حكيت مع الاستقبال ورح يجيبوا لي قميص فورا. ليلي شو صار بتيابك؟ انتزعوا. هلأ طلبت من منى تبعت لي فستان بسرعة. لا بالك هالبرنس. صممته خصوصي إلي، فرحت لأنه عجبك. هدي شوي، انت عم تخوفني كتير. اسمعي منيح وحطي هالحكي حلقة بقدك سيلين. انا وانت رح نضل مع بعض ومستحيل ننفصل، عم تفهمي؟ ايه خلص بوعدك ما رح ننفصل. داني داني دير بالك. داني ماتت.